عايز اوريكم بقى انا عملت ايه. تعالوا كده، في هناك لمبة حطيتها إضاءة صفرة كده، عاملة جو هادي في الأوضة ده كده من غير إضاءة الشاشة دي، كده إضاءة الأوضة فعلا. طب ليه عملت كده؟ وفي لمبة فوق، ليه عملت كده؟ عايز أوريكم، بص عايز أوريكم حاجة، بص كده هنا دي لمبة بالطول. مش أنا اللي عملت الشيء ده، يعني في واحد فكر تمام، قال لك فكرة عبقرية جدا ان احنا مش بس نحط لمبه في النص ونخلي شكلها حلو، نقسم الدايره دي نصين، نحط في النص كده ايه. انا ليه عملت اللمبه الصفراء الهاديه دي؟ عشان الغلابه اللي هناك دول، العصافير اللي هناك دي، لما باجي اشتغل بالليل بيبقى هم ضحيتي، بيبقى ضحيتي انا. خلصنا شغل نلبس دلوقتي. وفي حاجة مهمة تانية برضو، أظن الشنطة دي يعني جابت أجلها معايا، جابت أجلها. النهاردة بقى هنودع الشنطة دي وهننزل نجيب شنطة جديدة. هو ده كل حاجات القفل، قلت لك هتوريني الكاميرا، هي دلوقتي بتصورني. أنا ما بحبش الشاي، بس أنا جبت كل فلوسي فراخ، فأنا هشرب شاي عشان هو ده اللي معايا. مش ماسك الكاميرا تاني. نعمل ايه بقى هنا؟ بنرسم. تعال نتكلم، تعال يا دي النيلة. بنرسم دلوقتي، هنرسم دلوقتي بقى. انا هخطط، هنعمل ريل. هو هيخطط وهو هيعمل ريل. هعمل ريل. انا معايا ايه؟ ريل كشكول صغير. في المنديل. ريل في المنديل. هو هيقعد يخطط وانا عشان انا عندي برد. عشان هو عنده برد، انا خططت له ان نصور له ريل دلوقتي. بس انا احنا لسه هنكتبه بقى، مخطط ليه هنصوره. انا قصدي كده انت ممكن تخطط للرسم وانا اخطط للريل، بس تخطيط. كان المغرب أذن وايه، راح نصلي. قبل ما جينا نصلي الشمس قالت لنا السلام عليكم، فما لحقتش ارسم غير دول. كنت لسه ارسم حمار هناك، بعدين رسم لي رسم لي كوبايه. كنا بنحاول نعمل ريل بس الموضوع ما مشيش معانا قوي. انت بس كتاب عصبيه ليه ما مشيش معانا قوي؟ صلح العجله، نصلحها الساعه 7 بالليل. واحد صاحبي بيقول لي ان في حد هنروح له نصلح العجله، قال لي بكلم بس ما نمتش بقالي يومين، انا نصلح العجله عنده الساعه 7، مش عارف ازاي. دي تربت مش عارف مش هاي. يلا بينا. صلحنا العجل صح؟ مش باينه، مش باين ما ورا، بس العجل اللي ورا ده. عربيات كتيرة ورايا، بس ما شاء الله قافلين السكة تقريبا. يعني ده الفيو قدامي، مش عارف نادي ايه ده ولا ايه نظامه يعني، بس قشطة. مدرسة هناك بقى وبتاع وحوار، عمار فوق وعمار تحت، فيو غريب يعني. واحد ماشي كده في امان الله على الدائري، بص يمينك ايه ده، في علب نازلة في الماية. اي حد عايز يتفرج على الطولة بقى في الملعب ده، ما ياخدش كراسي هناك، لا هو يقف هنا كده ويتفرج على العيال وهم بيلعبوا. انا امبارح كنت مش عارف اصور كويس عشان كنت بنهج جامد، وما زلت بنهج جامد لحد دلوقتي، مش عارف امشي عدل بالعجله، فاخدها ماشي كده. النهارده هنروح الجيم نلعب ظهر وبايسبس. تعالي هناك مربى قاعد في سقف العربيه عمال يشرب عصير، مش كده؟ العربيات ماشيه جنبي. بالك يا عزيزي المتفرج، ايه يا عزيزي المتفرج دي؟ بس كده نكسر يمين. انا طول عمري بقول عربيات النيسان صاني، تبا لعربيات النيسان صاني. انا بتاع سباقات بالفطره على فكره، يعني في ريحه عربيه كبده تحاول تاخد ال 10 جنيه اللي في جيبي. انا مش هسمح بذلك ابدا.
وسبقت التوك توك كده على طول. زمر براحتك يا باشا، ده فن الايه والله ما عارف. لازم نسلم على الناس وهي ماشيه كده، ما تسيبني اعدي فاهم. يا لهوي حصل خير، حصل خير، حصل خير. انا عندي سؤال بقى وانا بمشي معاك كده، ليه في كل الخطوبات هي نفس اغاني بالظبط؟ هي يعني، هل مثلا لما واحد بيابلود اغنيه مثلا، ها زي كده في سبوتيفاي كده ولا يوتيوب، تحط تاج كده الاغنيه كده، فبتحط مثلا حط مثلا تاج لاغاني الخطوبات يعني وكده ولا ايه؟ مش فاهم. هل في تنافس اصلا بين اغاني في الحاجات دي؟ يعني مثلا ايه اغنيه مثلا خصمك مثلا في تاج الخطوبات مثلا ايه مركز ثالث، لا كل شويه بتنزل من اول للثالث مثلا، لا ده في اغنيه طلعت جديده وكده يعني. يا قول رايك لو سمحت يعني. والله ايه اقل حاجه ممكن اخدها ان البنطلون اتفشخ، اتفشخ دي ولا علم. عندي تاج بي او في قبل كده في الجيم، انا اول واحد. انا مش هحط نفس قدام مرايه، ممكن احط نفس قدام مرايه بس قشطه. انا مش قادر احرك دراعي، ودي اشاره كويسه جدا، دي علامه كويسه جدا انا مش قادر احرك دراعي. كانت وحشاني جدا تمرينة الجيم دي، واحساس ان الواحد بعد ما يخلص التمرينه يشرب شويه ميه ويقعد كده على الكرسي وايه ينام شويه. وكنت بفكر ان انا افتح الكاميرا في الجيم واتكلم كده، بس انا مش سامسوليك يعني فاهم، فما اظنش ان الموضوع بالنسبه لك انت كمتفرج اتراكتيف انك تتفرج على واحد شايل دمبل 10 كيلو عمال عمال يحزق فاهم. بس انا اخدكم يعني نتكلم واحنا ماشيين بالعجله، اجيب حاجه ناكلها كده ونقعد نرغي مع بعضينا، نتمشى سوا كده يعني. بس جيم بقى واشيل واتكلم واشرح. بس المدربه قالت لي ان انا وانا بلعب الهامر كيرل كده اوقف ايد وايدي التانية اكمل بيها يعني. المهم هرجع البيت هوريكوا حتة رسمة عملتها. عجائب النهاردة ايه؟ ان حد يكسر القفل بتاع العجلة ويرميها لي على جنب. طب ما سرقهاش ليه طيب؟ ويرمي عجلة جنب يعني، ما خدهاش. فانا والله مش عارف العجلة تبقى مظبوطة ولا لا لحد ما امشي يعني. دي رسمة انا لسه رسمها حقيقية مش حالا، رسمتها يوم الجمعة. دي اللايرز، في لايرز كتير انا نص خناق. المهم دي لاير بتاعت الباك جراوند، وايه دي رسمه اللي عملنا كده. اوهو بنجومه بس وهكذا. فدي رسمه انا رسمتها هكملها باك جراوند ورا وشجر وغابه.